بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا بنتكلم عن التاريخ الليتورجي لكنيسه الاسكندريه، ودي الحلقه رقم 45، وبنتابع كلامنا عن القرن التاسع الميلادي. اتكلمنا في الحلقه الماضيه عن معنى كلمات دفنار، هوس، ابصاليه، دوكسولوجية. ونواصل في هذه الحلقة أيضا كلام عن معاني بعض الكلمات الطقسية. هنبدأها بكلمة ربع. ربع اللي هو فيرس، الكلمة دي اللي هي ره به عين في اللغة العربية لها معاني كتيرة، واحنا مش هنخش في هذه التفصيلات الكثيرة، لكن بنختار المعنى بتاع ربع اللي هو ضم الراء وتسكين الباء. ربع، وجمع أرباع أو رباع أو ربوع، بيعني جزء من أربعة أجزاء. وهو بهذا التشكيل اللفظي بيحوي معنى كتابي وآخر طقسي. معنى كتابي يعني له معنى في الكتاب المقدس، وآخر طقسي يعني له معنى في الصلوات الليتورجية. فالربع في معناه الكتابي هو أحد العملات النقدية، وكان يعادل فلسين. فنقرأ في إنجيل معلمنا مرقس إصحاح 12 آية 42: جاءت امرأة فقيرة وألقت فلسين قيمتهما ربع. كما أنه بيعني أيضا أحد الأقسام الأربعة التي انقسمت إليها مملكة إسرائيل، وكان رئيس كل قسم منها يدعى رئيس الربع. فنقرأ مثلا في سفر الأعمال إصحاح 13 آية 1 عن هيرودس رئيس الربع. أما المعنى الطقسي فالربع وجمع أرباع هو بيت شعري أو نثري بالقبطية ونادرا باليونانية. البيت الشعري ده بيقسم إلى أربعة شطرات، وكل شطرة تسمى استيخون، يعني الربع أربع استيخونات. وكل تسابيح الكنيسة ومعظم ألحانها مقسمة إلى أرباع. في التسبحة بتكون الأرباع إما بحرية أو قبلية، حيث ترتل هذه الأرباع بالتناوب بين خورسين، أحدهما في الجهة البحرية من الكنيسة والآخر في الجهة القبلية منها. والأرباع إما مقفاة أو غير مقفاة، وإحنا ذكرنا هذا الموضوع في الحلقة الماضية. ومضمون الإبصالية أو الدوكسولوجية، يعني المضمون اللي بتتكلم عنه إبصاليات الكنيسة أو دوكسولوجيتها، بيقسم دائما إلى أربع. ننتقل إلى مصطلح كنسي آخر اللي هو الطروحات. طرح اللي هو هوميلي أو يعني عظة، بنقول في اللغة العربية طرح عليه مسألة أي عرضها عليه، ونقول أيضا طارحه الكلام أو الشعر أي ناظره وجاوبه فيه. والأطروحة هي قضية علمية أو أدبية أو غيرهما يراد إثباتها في مجادلة بغية الحصول
على شهادة عليا. في المصطلح الكنسي بقى الطرح وجمعه الطروح أو الطروحات هو تفسير أو شرح يقال بالتبادل بين جوقتين باللحم مقسم إلى أرباع لأجل هذا الغرض. أما الآن فبيكتفى بالربعين الأولين منه بيتقالوا بالقبطية ثم يقرأ باقي الطرح دمجا باللغة العربية أي بدون لحن. وللطرح مقدمة وخاتمة تقال باللحن أيضا. مقدمة الطرح في شهر كياك والصوم المقدس الكبير لها لحن طويل بديع. الطرح بيجي دايما بعد الهوس أو الثيوتوكية. ثيوتوكية من ثيوتوكوس يعني ما يختص بوالدة الإله مريم. أو الطرح بيجي بعد فصل الإنجيل المقدس. وفي أحيان نادرة يأتي بعد الإبصالي. احنا ما نقدرش نعرف بالتحديد مين هو مؤلف هذه الطروحات أو مين هم اللي ألفوا هذه الطروحات ولا متى تم تأليفها، ولكنها صارت شائعة الاستخدام في الكنيسة قبل القرن الرابع عشر الميلادي. بعد أن شرحت بقى معاني المصطلحات الطقسية السابق ذكرها هتكلم دلوقتي عن أهم محتويات المجلدين الثلاثاشر والأربعتاشر من مجموعة مخطوطات بيير بونت مورجان، ما حوته من عناصر ليتورجي. المجلد الثلاثاشر بيحوي الهوسات الأربعة وبيحوي النص الإبط الصعيدي الكامل للهوس الثالث فيه الستة أرباع الأولى. بس هنا لازم نبقى عارفين إن أقدم إشارة إلى تسبيحة الفتية الثلاثة القديسين اللي هي الهوس الثالث بنلاقيها في نص يوناني محفور على شقفة خزفية محفوظة حالياً في المتحف القبطي بمصر القديمة، ربما تعود إلى القرن السابع الميلادي. كما أن هناك أوراق البردي التي اكتشفها عالم المصريات الإنجليزي فليندر بيتري، ده عاش خلال الفترة 1853 إلى 1942 ميلادية، اكتشفها في دير الحمام بجوار الفيوم بمصر. بتحوي شذرات من الهوس الثالث وقائمة لأسماء بعض القديسين. العالم فليندر بيتري ده اسمه بالكامل هو ويليام ماثيو فليندر بيتري، تخصص في تاريخ وآثار مصر القديمة بدءا من زمن بناة الهرم الأكبر بالجيزة. بيحوي المجلد الثلاثاشر أيضا إبصاليات الأيام مع بعض إبصاليات قليلة من إبصاليات المناسبات الكنسية الأخرى، بتحوي فيها كل مقومات الإبصالية القبطية وهي مرتبة طبقا للحروف الأبجدية القبطية والتي يرجع تاريخ نساختها إلى القرن التاسع أو العاشر للميلاد، ولا بد أن تكون قد ألفت قبل هذا التاريخ. كما وصلت إلينا
بعض الفكسولوجيات القليلة في نصها القبط الصعيدي الذي يعود إلى القرن التاسع الميلادي، بنلاقيها في المجلدين 13 و14 من مجموعة بير بونت بورجان. جدير بالذكر هنا أن الفكسولوجيات التي وردت في المجلد 14 من هذه المجموعة ترجمت إلى اللهجة القبطي البحيري، إلا أن كثيرا من الفكسولوجيات في لهجتها القبطية البحيرية قد ألفت في زمن متأخر وليس لها أصل قبطي صعيدي، زي مثلا دوكسولوجية أنبا برسومة العريان اللي تنيح سنة 1317 ميلادية. وأنا عاوز دلوقتي أحصر الدوكسولوجيات الواتوس اللي ليها نص قبطي صعيدي ووردت في مخطوطات بيير بونت مورجان. أول دوكسولوجية هي دوكسولوجية القديس استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء، بس ما لقناش منها غير الأربعة أرباع الأولى فقط بالنص القبطي الصعيدي. تاني دوكسولوجية هي دوكسولوجية الشهيد ماريمينا، وبرضو ما لقناش غير الأربعة أرباع الأولى منها. تالت دوكسولوجية هي دوكسولوجية الأب البطريرك، والمحفوظ منها فقط ثلاث أرباع الأولى. رابع دوكسولوجية هي دوكسولوجية أنبا ساويروس البطريرك، ومحفوظ منها أربعة أرباع الأولى فقط. خامس دوكسولوجية هي دوكسولوجية الصوم المقدس، ومحفوظ منها أربعة أرباع الأولى فقط. الدوكسولوجية دي اللي هي بدايتها تينستية نمبشليل، الصوم والصلاة هما خلاص نفوسنا، والطهارة والبر هما اللذان يرضيان الله، ودي موجودة حاليا في صلواتنا موضوعة تحت عنوان دوكسولوجية تانية للصوم في كتاب أبصالمودية جمعية نهضة الكنائس القبطية اللي ظهرت أول طبعة منها سنة 1948. ولم ترد هذه الدوكسولوجية في أبصالمودية إقلاديوس بيلابيب ولا في أبصالمودية القس مينا البراموسي في سنة 1908. سادس دوكسولوجية في مجموعة بيير بونت مورجان مكتوب كده دوكسولوجية أخرى للصوم الكبير، واللي بتقال حاليا في أحد الصوم المقدس الكبير، بس محفوظ منها خمس أرباع فقط، اللي هي تينستية نمبشليل خين أوتوفو نمؤمت سنوس، أي الصوم والصلاة بطهارة وعفاف ومحبة بغير غش هما اللذان يرضيان المسيح. والجدير بالذكر هنا أن هذه الزكسولوجية في النص القبطي البحيري 35 ربع بحسب أبصالمودية القس مينا البراموسي المطبوعة سنة 1908 في اسكندرية، وأيضا أبصالمودية أقلاديوس بيلابيب المطبوعة في القاهرة في نفس هذه السنة، كما أنها بتحوي 36 ربع بحسب أبصالمودية جمعية نهضة الكنائس القبطية، حيث أضافت هذه الأخيرة ربعا في منتصف الدوكسولوجية بيقول بالصوم والصلاة نال الشهداء المجاهدون الإكليل غير المضمحل، وده هو نفس الربع الخامستاشر من هذه الدوكسولوجية واللي ذكرته نفس هذه الأبصالمودية بتاع جمعية نهضة الكنائس، فهي زودت ربع متكرر. سابع
دوكسولوجية وردت في مخطوطات بيير بونت مورغان، دوكسولوجية عيد القيامة والخمسين توتيرون أفموهن راشي، حينئذ امتلأ فمنا فرحا ولساننا تهليلا. بس جت في النص الإبط الصعيدي خمس أرباع وتقابل الأرباع واحد واثنين واربعة وخمسة وستة في النص الإبط البحيري الحالي. تامن دوكسولوجية بتتقال في مجموعة بيير بونت مورغان مكتوبة كده، دوكسولوجية أخرى تقال في عيد القيامة والخمسين المقدسة، والتي بدايتها بيتر شانسن بإسرائيل الذي عالى إسرائيل، وتقال في باكر سبت الفرح، وبتضيف إبصالمودية القس من البراموسي أنها تقال أيضا في عشية عيد القيامة، يعني مساء عيد القيامة. الدوكسولوجية دي جت في النص بإبط الصعيدي خمس أرباع، حيث جاءت الأرباع واحد واثنين واربعة وخمسة تقابل الأرباع الأربعة الأولى من النص الإبطي البحيري الحالي. أما الربعين الأخيرين ليها بحسب الأبصالموديات المطبوعة فلم يرد في النص القبطي الصغيري. تاسع دوكسولوجية في مخطوطات بيير بونت مورغان بالنص القبطي الصغيري، الثلاث ارباع الاولى من دوكسولوجية ماري مرقس الانجيلي الاولى، وعاشر دوكسولوجية الثلاث ارباع الاولى من دوكسولوجية ابائنا الرسل اللي هي بتبدأ بشرب خني أبسطولوس الأول في الرسل يدعى سمعان بطرس، هو أيضا الذي ائتمن على مفاتيح ملكوت السماوات. يعني لم يصل إلينا من الدوكسولوجيات الواطس في نصها القبط الصعيدي سوى عشر دوكسولوجيات فقط. وحنتابع كلامنا عن هذه الجزئية أيضا في الحلقة القادمة إن شاء الله، عشان نبين نقطة في غاية الأهمية، هي أن النص القبط الصعيدي لأنه كان قريب من النص اليوناني أصلي، من النص اليوناني الأصلي اللي كنا بنصلي به، هو أقرب إلى الصحة والدقة من النص القبطي البحيري، لأن المترجم من النص القبطي الصعيدي إلى النص القبطي البحيري كان بيضيف من عنده إضافات ظهرت في الكنيسة في أيامه، وفي كثير منها إضافات غير دقيقة. فبيظل النص القبط الصعيدي للدوكسولوجيات هو الأكثر دقة عن النص القبطي البحيري. ده اللي احنا هنشرحه بالتفصيل في الحلقة القادمة لما هناخد دوكسولوجية بنصها القبط الصعيدي ونشوف المترجم إلى القبطي البحيري أضاف إيه. ده اللي هنعمله في الحلقة القادمة إن شاء الله، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.